ما شاء الله ما شاء الله. قبل ما اقولك ازيك وقبل ما اقولك اي حاجه، في حاجه حلوه في المكان. ما شاء الله الله اكبر. الشغل الجديد وشايفه في اسعار كده متنطوره، عاملين شغل حلو. كمان هنا الموضوع كان ممنوع التصوير، لان الموديلات اللي هنا كلها انتاج خاص، انتاج شركه كاربت العدو. تمام. كل البراندات اللي انت هتشوفيها دي ايراني وايطالي واسبان، من اعلى المنتجات في العالم. تمام. تمام. النهارده منزلينها بس عشان خاطر لا في خامات ولا في استيراد. ايوه. احنا ضمننا القصه فقلنا هنصور. الحمد لله دايما ان شاء الله كده في تقدم يا رب يا اسلام. نقول بسم الله. ايوه قبل ما نشوف الجديد نعرف الناس احنا فين. بص يا باشا احنا عنواننا 131 شارع 9 حدائق المعادي. تمام. هتيجي جايه من اي مكان هتنزلي محطه مترو حدائق المعادي يا باشا. تمام. اول ما تخرجي من المحطه هتخلي المحطه على ايدك الشمال وهتمشي 100 متر هتلاقي السنترين كاربت العدوي. وكمان عملنا النهارده مفاجاه كمان للمتابعين. فضل. يعني احنا كان معانا شغلنا هنا كله كان الخامات العاليه فقط. وكان الشعب جوه. وكان الزبون اللي بيجي لنا من بره كان بيتبهدل ويتوه ويروح ويجي، احنا قفلنا محلاتنا اللي جوه وكله بقى على عمومي. تمام. يعني الخامات العاليه جدا هنا. وعندي الشغل اللي هو الشعبي واللي عليه الخصومات واللي عليه العروض والحاجات التركي والنساجون، حاجات جامده جدا واسعار. بصي هناك عندنا مولد على فكره، انا شايفه ما شاء الله الله اكبر، يعني الزباين حلوه وخارجين مبسوطين الحمد لله. يلا بينا دايما باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الكشميرات من اولها بقى مع البيجات. بصوا ما شاء الله، بمشايات بمشيات باروال بادوار ما شاء الله. بصوا بصوا دي شفت منها اللي هي بالمتر بتاعتها صح. اهي بصوا باينه من ورا هناك اهي هناك اهي. تمام. بص بقى الشغل الايراني ده. يلا بسم الله ما شاء الله الله. ايه النعومه دي؟ بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعه الشياكه تحفه، راقيه جدا جدا جدا، جميله ما شاء الله. الله يا اسلام. ايه الحاجات القمر دي؟ ايه الالوان الراقيه دي؟ ده الشغل الايراني ده. جميله جميله ما شاء الله. حاجة عالية جدا وحاجة فخمة جدا، ونازلة النهاردة المفاجأة عليها خصم 50%. كل البراندات اللي هنا حضرتك النهاردة عليها خصم 50%. بجد بجد، يعني أنا شايفاكم عاملين شغل حلو قوي النهاردة ما شاء الله. بص بقى نجيب لك شوية شغل الله أكبر عليها. بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعه الرقه في الالوان، يعني بصوا موجود البيبي بلو مع درجات الجراي، مش مدخلين لون ثالث قمر حلو قوي قوي قوي. بسم الله ما شاء الله. شايفين حاجات راقيه قوي والخامه تحفه. وبصوا الشراشيب بتاعتها اللي هي فك وتركيب. ما شاء الله. بتاعه تركي. ونازل عليه التخفيض 50%، وشركه كاربت العدو نزل لها خصم كمان للعملاء 10%، هيبقى الخصم 60% على كل البراندات الايراني. تمام ما شاء الله. تمام يعني تمام. الحقونا قبل نفاذ الكميه. الله الله الله. الناس كلها ما حدش عارف يجيب فتلايه جديده يا رب. واحنا زي ما بنوعدكم بالجديد وبنفتحه قدامكم اهو يا جماعه. ما شاء الله ما شاء الله والله يا جماعه. بصوا الشغل عامل ازاي، بصوا التفاصيل. بسم الله ما شاء الله الله اكبر تحفه. الله الله الله. بصوا بقى دي تحفه، دي قمر. انتوا حاسين ان هي فيها لون تاني؟ بصوا بصوا داخل فيها لون تاني بشياكه برقه برقي قمر، حلو قوي 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 بصراحه. لا حلو قوي الشغل ده يا اسلام. بص بقى الجمال اوعى وشك. بسم الله ما شاء الله. كشمير بقى. ايوه بصوا شايفين السجاده ما شاء الله. سكرين بقى اللي يعجبه حاجه يعمل سكرين. احنا عندنا شحن للقاهره الكبرى والمحافظات، وطول ما الفيديو شغال ارقام موجوده اسفل الشاشه للتواصل مع كاربت العدوي. بصوا بقى هنقول لكم كمان على الميزات اللي كاربت العدوي موفرها لكم. تمام. احنا عندنا يا جماعه شحن لجميع المحافظات وداخل مصر وخارج مصر. تمام. بس الشحن عندنا من العملاء لازم تسدي الفاتوره قبل ما بشحنها لحضرتك. تمام. يعني اي حد عايز اي حاجه اونلاين متوفر. بس حضرتك هشحن لي الحساب على فودافون كاش قبل ما اشحن له الاوردر. تمام. عندي الدفع فيزا وكاش. تمام. عندي الشحن السريع وعندي الشحن اللي هو شركات الشحن. تمام. وحضرتك اي عميل شايل هم المواصلات وانه هيجي وسجاد، احنا عندنا هنا موفرين لك كل حاجه. بنجيب لك العربيه وبنركبك وبنحط لك حاجتك يوديك لحد باب البيت معززه مكرمه. تمام. بص يا باشا الجمال. بسم الله بسم الله. الله الله الله. دي اوف وايت مع درجات النبيتي الواضحه، انتوا متخيلين الشياكه دي قمر، دي حلوه قوي وخامتها تحفه. طب بص الحته الجنان دي. الله ايه دي؟
يا اسلام انت بتحيرني يعني، انا لو زبونه وهشتري بجد انا احترت. الموديلات حلوه قوي والالوان الله بقى يعني. انا بص شياكه، شايفين شايفين درجات الاخضر مع مع الجري، شايفين الشياكه عامله ازاي تحفه. الله بصوا سكرين، اللي يعجبه حاجه يلحق يعمل سكرين قبل نفاذ الكميه. صح يا اسلام قبل نفاذ الكميه؟ تمام. الله دي نفس اللي فاتت صح؟ اه. كل الشغل ده معمول عليه عروض من كربت العدوي، توصل لغايه 60% اسلام قلت لي. ما شاء الله شايفين الشغل، حاجه مش تقليديه خالص. موديلات 2023 مش 22 دي قمر. اه احنا بنقول لكم الجديد شديد تمام، وبنوريكم التحف دي عشان خاطر مدام شيماء بس. تسلم يا اسلام. آه؟ تسلم. الموضوع ده ما يطلعش لاي حد. الموضوع ده خلوه سر ما بيننا. بص الشياكه اتفضل. الله كده الخامات دي حاجه اسمه السلطان. اه امسكي كده الخامه يا ست الكل. والله انا الخامات تحفه. عامله ازاي الخامه؟ تحفه. سجاده محترمه، سجاده تحطيها على الارض ما تتحركش. اه السجاده الله اكبر عليها. بصوا الموضوع كده راحت في حته ثانيه بالظبط كده. تمام. بصوا الحاجات اللي هي بتاعت جلد الارنب موجوده معانا، اللي هي ظهرها هنا جلد كده. الله الله. لا انا بحب الجراي، وانت النهارده مديني جراي واوف وايت كتير بصراحه، حلو قوي. مديني تشكيله محترمه فيه، احتار بقى اخد دي ولا دي. طب بصوا البيجات بقى، بصوا البيج مع البيبي بلو مع الكشمير الهادي قوي. بصوا الشياكه راقيه كده راقيه. لا يا جماعه ده هنا بقى تحت لون زيتي مع الزيتي اللي تحت اللي هو المنت في بتاع الجري. قمر قمر تحتاري والله، تحتاري من جمال الشغل ما شاء الله. يلا بصوا بقى، دي زي اللي شفناها برضو بس دي لون تاني. اه يا ستي بصوا ما شاء الله الله اكبر. كمان معانا ربنا يحسن سوقهم يا رب. بسم الله ما شاء الله. بصوا عظمه كربت العدوي بيعمل عظمه النهارده بجد. بصي يا باشا الجمال. يلا شايفين دي اللي شفناها زي اول واحده اللي احنا قلنا في منها سجاد بالمتر، وكل الالوان بالظبط كده موجوده معانا النهارده. بص بقى الجمال والحلاوه هنا بقى على الايراني. بصوا بقى تشكيله الايراني واخده من اول المحل هناك لغايه اخر المحل، دايرين داير كده سواء في سجاد كامل او في الحاجات اللي بالمتر. بص بقى الجمال يا باشا، كل حاجه النهارده متوفره لك. اي حاجه يعني كده البراند الايراني ده الاول كان بينزل لنا مقاس واحد اللي هو المتر و60 في 2 متر ونص. تمام. النهارده انا موفره لك بكل مقاساته لحد اكبر مقاس فيه اللي هو الاثنين في 3. تمام. متوفر منه ال 160 في 2 متر ونص، متوفر منه المتر ونص بمترين. والعرض ساري لشركه كربت العدوي، الخصم 50% على جميع المنتجات الايراني والاسباني والالماني. الشغل الاتش دي والفور دي والالترا مودرن والامريكان ستايل، كل الشغل ده النهارده يا فندم نازل وعليه خصم 50%. دعايه واعلان لشركه كربت العدوي، الحقونا قبل نفاذ الكميه. والنهارده ربنا يحسن سوقهم يا رب. هتشوفوا فيديو جميل جدا يعني، كملوا معانا للاخر ومحدش يسيب المفاجاه ولا يخسر. احنا كل مره بنشوف فيديو جميل جدا من عندك ما شاء الله، كل مره بيجيب لنا شغل يبهرنا بيه والله يا جماعه. بص التشكيل بصوا ما شاء الله. اه بصوا اهو هو بيقول بالصدفه احنا واقفين عليها، شايفين ما شاء الله. الله يبارك لك يا اسلام. بص يا جماعه التشكيله، اللي عايز حاجه يعمل سكرين شوت ويعلم عليها من الشاشه كده ويبعتها له ويستفسر عن كل اللي انتوا عايزينه. احنا هنا في احنا ايه العنوان ايه واحنا شغالين كده وهما بيتفرجوا؟ 131 شارع 9 حدائق المعادي. تمام. يعني حضرتك كمان هقول لك على وصفه اقرب لاي عميل جاي كورنيش. اه. اي حد جاي كورنيش، كلنا عارفين المحكمه الدستوريه يا جماعه. اه. تمام؟ شارع المحكمة الدستورية ده هتخلصوا لاخره هيبقى قدامك سور المترو، هتمشي يمين 20 متر هتلاقي باركنج، هتركن العربية وهتعدي الناحية التانية هتبقى قدامي على طول، بدل ما تلف من المعادي وتلف كوبري المعادي والموضوع الكبير ده كله. احنا على قد ما بنقدر بنسهل لكم الاوضاع. انتوا كده كده بتبعتوا معاهم حد الناحية التانية يودي لهم الشغل. زي ما حضرتك ما هو حصل شايفة. ده فعلا قدامي يعني دلوقتي. يعني اي عمل يا جماعة تيجي برضك ما تشيلش هم انك انت هتشيل حاجة. لا. انت حاجتك لحد عربيتك هتروح، ولو عايزينها لحد البيت برضك احنا تحت امركم. احنا زي ما احنا عندنا شحن سريع. عندنا يا فندم. تمام. كل حاجه هتلاقيها بالزياده ان شاء الله، مفيش حاجه. ما شاء الله دايما. بص بقى يا باشا الكلاسيك الجديد. بصوا. الجديد شديد بقى يا ست الكل. اكبر تشكيله تشوفيها في الشغل الايراني ده في الجمال ده كله. بصوا التشكيله. حاجات روعه.
بص ما شاء الله يا فندم الايراني بقى ده التحف بقى الفنيه دي. بص حاجات والله يعني انا مش عارفه اقول لك ايه عليها والله يا اسلام، حاجات حلوه قوي. بص برده دي بتدي حاجة. الوان يلا بينا يلا. فين نفرد؟ فين نفرد منهم؟ خمسه بس. خمسه بس مش نفردهم كلهم مفيش مشكله، الشغل الحلو ما بيزهقش منه والله يا جماعه شايفين يعني بجد دي في حته تانية خالص. كمان بقى مش بصوا. شكل خالص بص حضرتك الخامه والمنتج حاجه عامله ازاي. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. بص يا جماعه حاجه محترمه والله العظيم حاجه محترمه جميله يا اسلام الله يبارك لك. يعني ماتشنج الالوان مع بعضها تحفه رائع. حضرتك كده مديه معاك اللون الهادي خالص. الشغل ده اللي هو بيديكي لونين ده اللي هو الفور دي يا فندم. بصوا كده فتحت معاكي بصوا تحفه دي برضو تحفه. يا سلام بقى على الحاجات القمر دي اللي عجبتني جوه كانت مبرومه. بصوا شكلها لما اتفرد حلوه بصراحه حلوه الوانها جميله قوي مع بعضها. اللي عايز حاجه يعمل سكرين يا جماعه على طول ما شاء الله الله اكبر الشغل تحفه. بصوا حتى الغوامق موجوده عندنا وبرده بالشياكه شايفين موجوده كل حاجه كمان من اللي جميلة. فيها دول بمشاياتها بسجادها تمام المشايات بتاعتها كلها موجوده تمام. يعني كده حضرتك نبص بص على المشايات يلا في معانا تشكيله الشاي الايراني ده. ايه ده جبنا منه مشايات عندي نزلت منه هناك النهارده ما شاء الله كميه الله اكبر عليها بسم الله ما شاء الله ربنا يحسن سوقهم يا رب يا اسلام. كامله مرصوصه كل المقاسات وهنبيع اقل من سعر الزمان. يعني كل الناس بتقول لك ايه ان البضاعه غليت والشغل غلي وده حقيقي اسلام والله معروفه حقيقي بس كربه العدو يا باشا ما عندوش الكلام ده في حته ثانيه. النهارده هنبيع باقل من اسعار زمان تمام يعني مش هنجلي معروف هو سعره كام واحنا النهارده هنقول لكم السعر. يلا بص حضرتك معاكي التشكيله الله اكبر في معايا اللي هو الشاج الصيفي اللي ده لسه تحفه ده تحفه نازل موجود مقاساته. بص الالوان بتاعته والمشاب بتاعته برضك بالمتر قوي موجوده. بص التشكيله بصوا كده من فوق لتحت معايا واللي عايز حاجه يعمل سكرين على طول الاشكال كتير وكل حاجه في منها مقاساتها كامله. بص الموديل ده قمر برضو جديد معانا تحفه المقاس الكبير بتاعه اهو والوسط والصغير اللي هو متر و80 و60 صح المقاسات بقولها صح كده. اي حاجه تعجبكم من المشايات موجود سجاده اي حاجه تعجبكم من السجاد موجود مشاياتها يعني تمام. بص حضرتك ده الشغل اللي هو الاخير اللي كنت بفرده لحضرتك اهو اشكاله والوانه كلها موجوده النهارده يا باشا باقل سعر في مصر ما شاء الله والخصم 50%. بصوا دي برده شفنا منها السجاده جوه ودي 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 ما شاء الله ما شاء الله كامل اللهم بص على انت 80 متر انت كامل. انت بتحب شغلك يا اسلام بتحب شغلك وبتجتهد فيه عشان كده دايما بتلاقي ده قدامك الشغل الحلو موجود. شفت الشغل الحلال شايفين الخامه دي كده جميله عارفه ده انا وقفت فردت قد كده والله الله اكبر يعني الله اكبر نازل بكل الوانه في منه الجنزاري في منه الكشمير في منه الجري ما شاء الله في منه اللون الكحلي تمام وعليه برضك الخصم نازل 50% كل الشغل عليه خصم 50% الحرير الايراني تقيل جدا. بصوا يا جماعه الخامه عامله ازاي اللي هو في الفرامل والكثافة. اللي انا بحبها دي ماشي تمام. ايه تاني يا اسلام؟ يلا نروح بقى المعرض التاني. المعرض التاني يا جماعه مش بعيد ادي اهو بصوا الشعبي واللي هو عليه العروض والخصومات الحاجات التركي الجامده جدا هنا يلا وهنا ده البراند الايراني والايطالي والاسباني زي ما عرفناكم يا جماعه تمام. عزلنا ده ليه مكانه وده ليه مكانه يلا بينا بقى الشغل ايه الجامد قوي بتاعنا. بصوا سنتر كارب في العدوي اهو برضه هنا في تشكيل تاني غير اللي شفناه في المعرض اللي فات. هنا بقى وهنا بقى اللي بالمتر الحاجات اللي احنا بنحبها موجوده بالمتر بالوان ايه روعه. بصوا بقى يا جماعه اللي يجي هناك اللي هو الشغل الايراني التاني اهو اللي احنا لسه خارجين منه هناك اهو ايوه اللي هناك ده في يوم خصم 50% خصم 70% على حسب ايه السيستم اللي بتبعته لنا الشركه اليومي لان الخصومات هناك عندنا متداوله على طول. بص بقى المفاجات هنا الاسعار الثابته اللي هي اقل سعر في مصر انت حاطط اسعار بصوا الحرير التركي احنا حاطين اسعار كل حاجه عليها سعر حتى كمان جبت شاشه جوه عشان العرض العرض حضرتك اللي احنا هنسر عليه الاسبوع بتاعنا هيكون شغال عشان العميل يجي يقول لك هو حقيقي او مش تمام
حقيقي وانا شغلت العرض في المعرض. تمام. بصي معانا حاجه زي كده حريم تركي، حاجه فخمه جدا برضو جداً. متر و80 و60 متر الطقم كامل يا باشا. والسجاد بتاعه كمان موجود. تمام. يعني اي رسمه تعجبكم من دول سجادها كل مقاساته مش مقاس واحد. عرض الستين حرير تركي ب110. الله. عرض الثمانين ب150. عرض المتر ب175 جنيه. عرض المتر ب175. المتر اللي هو تحت ده 175. عرض كبير يا باشا. في معانا حاجه زي كده اسمه البرنس و110. تمام. في معانا براند زي كده اسمه البرنس. تمام. تمام. عرض الستين ب59 جنيه، ده حاجه انتاج شركه النساجون جامده جدا ورايقه جدا ونازل السجاد بتاعه والوانها برده الوان تركي. بص يا فندم ب60 جنيه. ب80 ب80 جنيه. الله. عرض المتر ب100 جنيه. ما فيهوش لخبطه. عرض المتر و20 ب120. ما فيهوش لخبطه خالص. 20 جنيه السنتي. حلو قوي، يعني احنا كمان معانا منها متر و20. معانا يا باشا كل مقاساته ومعاه سجاده. ما شاء الله. تمام. يلا بينا. السجاد بتاعها نزل عرض جامد جدا. بص حضرتك نزل منه المقاس اللي هو المتر ونص، 160 في 2 متر ونص. يا باشا مفروض الالوان بتاعته اهي. العرض ده معمول لشركه كربة العدوي بس. تمام. تمام. واللي هيلحق يلحق عشان الكميات محدوده يا جماعه بالاسعار دي. ده مقاس 160 في 2 متر ونص، ده حاجه اسمه البرنس. ده انتاج شركه النساجون الشرقيون. تمام. تمام. النهارده نزل لك العرض ده انا بقدمه لك من شركه كربة العدوي بس على جميع انحاء الجمهوريه. بقول لك السجاده ب 550 وعليها الثانيه هديه. ايه ده؟ السجادة دي اللي احنا شايفينها المقاس ده؟ 275 جنيه بس. ياه. طب تعالوا بقى بص الجمال. يعني انت في منه بالمتر بره هتعرفي تفرش شقتك كله وبكلام فاضي. المقاسات بتاعت السجادة. ما شاء الله. بص يا باشا الجمال. بص الالوان ما شاء الله. كل الالوان زي ما حضرتك عايزه. بصي بسم الله ما شاء الله. موجود كل مقاساته وما شايفين؟ تحفة. قلنا عرض واحدة والتانية هدية ب 550 جنيه. المقاس اللي هو ال 160 في 2 متر ونص. بص بقى الجمال بتاع الاثنين في ثلاثة. يلا. بص بقى تشكيلة الاثنين في ثلاثة. الاثنين في ثلاثة اهي. كل دي كده اللي ورا دي التشكيلة بتاعتها. شايفين؟ ما شاء الله. حلو قوي على فكرة، يعني ثابت في الأرض كتير برضه مش خفيف. ما شاء الله حلو قوي. بتقول لك ده ممكن بيقولوا كلام وخلاص. لا ألوان أهو جايب منه الأخضر كمان. بص حضرتك. بصوا. ما شاء الله. يعني احنا معانا منه السيمو والبترولي اللي هو الجينسي شويه في الجري، ومعانا اللون الاخضر كمان، ومعانا البيج. كل الالوان بتاعتها متوفره النهارده يا فندم. وبقول لك العرض ده بكامل الاثنين في ثلاثه، واحده والثانيه هديه ب 999 جنيه بس. والله يا بلاش. يعني هتقف عليك اثنين في ثلاثه. لا الاثنين في ثلاثه الكبيره قوي دي. دي الواحده بتقف باكتر من 1000 اصلا. خليك واحده. بصوا بقى، بصوا يعني اسلام بيعمل معانا ايه؟ اسلام بيحيرنا. بس الله اكبر. الله ما شاء الله. الله اكبر. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. ده حاجه انتاج شركه النساجون. ما شاء الله. الله اكبر. مقاس 2 في 3، واحده والثانيه هديه، والسعر 999 جنيه بس يا جماعه. ما شاء الله. تمام. اقل من سعر المصنع واقل من سعر الجمله. تمام. تمام. عندي منه المقاس اللي هو الجامبو اللي 2.5 في 3.5 كبير اللي ورا ده ب 750 جنيه سعره قطعه بس يا فندم. ما شاء الله. الاورنج دي اللي ورا دي تبعهم برضو؟ لا اللي ورا دي خامات عاليه حاجات تانية. تمام. خلينا نتكلم على دول مختلفه. في عندي براند اسمه مربوحه. احنا بنتكلم كده على الجزء ده كل ده عشان نبقى نبقى مركزين. معانا حاجه زي كده البراند ده حاجه اسمه مربوحه ده قطيفه نازل عليه عرض ب 1450 جنيه بس ال 2.5 ب 3.5 اللي هو اخر الرصه خالص كمان لغايه ال لا برضه دول من المنت لحد المنت. ماشي. معايا ده العجمي. العجمي ده اللي هو الجبيه اكبر مقاس في مصر 2.5 في 3.5 نازل النهارده عليه خصم جبار جدا نازل ب 2099 جنيه. هو انا كنت عايز اعرف سعره عشان هو شكله تحفه. بدل 4200 هو نازل ب 2099. تمام. تسلم يا اسلام. يلا معايا بقى الحرير التركي مقاس 160 في 2.5. بصوا بص الدلع والجمال. نازله واحده والثانيه هديه ب 1200 جنيه بس. 1200 واحده والثانيه. بص بقى الاشكال ب 1200 يعني الواحده تقف عليكي 600 جنيه في العرض. جنيه بس. حلو قوي. حاجه حرير تركي حاجه فخمه جدا حاجه عاليه جدا. السجاده اللي هاخدها هيدعي لنا باذن الله. ركزوا بقى مع بعض في الالوان اللي يعجبه حاجه يعمل سكرين شوت. كل اللي انا بفرجه لكم ده 160 في 2 متر ونص 600 جنيه بس يا جماعه. سعر القطعه ب 600 جنيه بس. الله على الالوان. كل الالوان اللي انت عايزاها هتلاقيها. حاجه تعجبك ما شاء الله. دي حلوه قوي دي. وكل اشكالها دي قمر.
بصوا الله تحفة تحفة، حاجات شغل حلو قوي ما شاء الله. دي جميلة برضو، يعني السجادة اللي احنا بنتفرج عليها دي ب 600. ما شاء الله دي تحفة، 160 ب 2 متر ونص بس، دي تحفة حلوة قوي. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. بصوا والاشكال والالوان مش هتخلص معانا طبعا ما شاء الله. ما نطولش عليكم في الفيديو، نمل دي كده. بص بقى معايا عرض هنا جامد جدا برده، تمام؟ محدش يتخيلوا العرض ده. العرض ده مقاس 160 في 2 متر ونص. حاجه قطيفه انتاج شركه النساجون، تمام؟ نازله عرض واحده والثانيه هديه، والسعر 800 جنيه بس. يعني السجاده تقف ب 400 جنيه السجاده. ده اصلا من اولها السجاده دي بتتباع ايه؟ بص على شكل السجاده وانت تعرفه ما شاء الله. بص يا باشا شايفين العظمه؟ 160 في 2 متر ونص واحده والثانيه هديه ب 800 جنيه بس ما شاء الله. تمام. بص يا باشا الاشكال، بص شايفين الشغل؟ الله اكبر، ربنا يحسن سوقهم يا رب. بجد الشغل حلو قوي 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 النهارده. كل عروسه كده يلا بينا العيد جاي نلحق العرض بتاعنا يا اسلام لغايه العيد. ها العرض بتاعنا ده يا باشا ده اسمه عرض العيد. بس اللي يلحق طبق الفواكه في الاول غير اللي هيلحقه في الاخر اكيد. يعني. بص يا باشا بص الجمال، كل ده سعر قطع 400 جنيه. ده العرض اللي هو واحده والثانيه هديه ب 800 جنيه. هتقف عليك السجاده الفخمه دي كلها مقاس متر و60 في 2 متر ونص ب 400 جنيه بس يا ست الحبايب. تمام، يعني اقل من حافظه. بديكي حاجة سجادة من الصابون الشرقيون الترا مودرن كلاسيك ستيل. الله بص ازاي واحدة والتانية هدية ب 800 جنيه ما شاء الله. حاجة زي كده ده براند تاني مختلف اسمه مربوحة، تمام؟ احنا لحقنا نسمي مربوحة. يا باشا هوريك كده المربوحة ده عندي كل مقاساته وعندي كل مشاياته. تمام كده المربوحة. بص يا باشا انتوا عارفين مربوحة من من مربوحة؟ يا باشا اهي. طيب ايه ده، ده بجد؟ يا اسلام بحسبك بتهزر معايا. بص يا باشا يا ربي على الشياكه. دي نازله كل اشكالها والوانها، المقاس 160 في 2 متر ونص، عرض واحده والثانيه هديه ب 999 جنيه بس ما شاء الله ما شاء الله. 999 جنيه. بصوا الفاروق بتاعتها عامله ازاي؟ حاجه محترمه. الله اكبر، شركه النساجون الشرقيون فاهماني، حاجه الله اكبر عليها ما شاء الله. اللوجو بتاعها والاسم موجود. تمام ما شاء الله. وعندي منها اشكال والوان وعندي كل مقاساتها. عندي منها المقاس الاثنين في ثلاثه، نزل عرض واحده والثانيه هديه ب 1500 جنيه بس. تمام حلو قوي. مربوحه ده واشكال والوان زي ما حضرتك. احنا عندنا عروض قمر اللي احنا شفنا بالمتر منه هناك السجاد الكامل ورا اهو، هنشوفه برده. العرض ده يلا واحده والثانيه هديه ب 800 جنيه. تمام. واحده والثانيه هديه ب 800 ما شاء الله. واحده والثانيه هديه ب 800. معانا الجوبلان بقى، شغل الهاند ميد وجمال الهاند ميد. كانت لسه زبونه واخده منه برده اشكال تحفه حلو قوي ما شاء الله. عشان خاطر الحبايب وعشان خاطر المتابعين وعشان خاطري هنعمل عليهم عرض ومشيهم مع الاثنين ابو 800. هم نازلين اساسا الاثنين ب 1000. الله الله الله. بص بقى شغل الجوبلين ده عظمه. مصايف حطي في الليفنج حطي، يعني بصراحه حلو. شايفين الالوان؟ في 2 متر ونص بس يا ست الكل ما شاء الله. مقاسها تحفه. مش الصغير يا جماعه. مقاسها تحفه. الله بص دي، بص شايفين الالوان مع بعضها؟ الله اكبر، حاجه عظمه ما شاء الله. اي سجاده تعجبكم من دول يا ست الكل عليها الثانيه هديه، السعر 800 جنيه بس. الله على الالوان. 160 في 2 متر ونص ما شاء الله. الاشكال والالوان الموضوع عندنا كبير قوي يا ست الكل. بصوا ما شاء الله. ده طب ليه الاخيرها؟ الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، ربنا يحسن سوقهم يا اسلام. طب ليه بس؟ بسم الله ما شاء الله.